خلي ده معاك. ليه؟ انت مش جاي معايا؟ بكفاية كدب بقى يا معلم. انا هلفوت مش فتوة، ولا عمري هبقى فتوة. انا المشوار اللي بطلعه معاك ببقى حمل على كتافك، خليك انت المرة دي بقى خفيف خفيف كده بدل ما انا متشعلق في رقبتك. انت بتتكلم جد ولا ايه؟ طب والفتوانة هتسيبها لمين؟ يا جدع ده انا مش بطمن اني اضيع غير وانت معايا. متعرفش تستغنى عني ها؟ ماشي. أبا! ولا 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 اهدى. أنا طالع مع المعلم السويس تاني، وصيتك هتدفن جنب أمك. يا نهار أسود. إيه؟ عرفت تتصرف في عربية؟ محسوبك حبايبه كتير يا معلم. العربية واقفة بره. إيه؟ ناوي تنتحر في السويس امتى؟ اطمن يا هيثم، اللي جاي طلق حي. حلو قوي البق ده، استنى اسجله. يا تفكك بقى من العبط بقى ده، فكك من العبط ده، خليك معايا. اللي جاي كلام تقيل. لا، اللي جاي طلق حي. تصدق انا لو مصاحب بغبغان هستفيد منه اكتر من كده. انا هروح بقى اجهز نفسي عشان سفرت الشقاوة بتاعتي. سيدي على الثقة. ومرجح يديك فرخة ماشية. سيدي. لو مؤاخذة. لا خالص، لو مؤاخذتك. يا نهار اسود، ده احنا رايحين في الوباء. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم بشر؟ ايه الكلام اللي انا سامعه ده؟ سويس ايه اللي عايز تروحها تاني؟ ده بدل ما نحمد ربنا انه جملها معانا بالستر في المرة اللي فاتت، عايز تروح لهم تاني برجليك؟ ليه؟ وعشان ايه؟ وبعدين انا قلت لك المحل مش اعز عندي منك، واذا كان على المعايش اللي سطرها معانا في السنين اللي فاتت قادر يسطرها معانا في اللي جاي. ايه بحلق فيل على ايه وبتضحك على ايه؟ انا ببحلق يا معلم عشان طول ما انا شايف منعم كتفه في كتفك كده ما بيبقاش في عكاز تتسند عليه. طول ما منعم جاري ما بخافش من خطوتي، لانه عارف انه هيسندني. وبعدين اتسند بعصايا ليه؟ ومعايا صلب ظهري يسندني.